سلام البنات، صباح النور. واش راكم حبيباتي؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وصحتكم بخير. رجعت لكم فيديو جديد البنات. هذه المره جاتني ضيفه عزيزه عليا تبارك لي بداري، وحبيت نشارك معكم يعني تحضيراتي واش جهزت لها. هي صراحه جاتني غير للقهوه، برك انا تمني تقعد تبات، ولكن للاسف يعني اللي راهي في الدار راجل ما تقدرش تبوجي كيما نقولوا. المهم هنايا البنات، على الصباح بعد ما قضيت شغلي درت الغداء لوليداتي، سيقت داري وغيرها، نيتويت الحاله، حبيت نزيد حوايج القهوه، شويه حوايج مع الجو. عندي هنا اول حاجه بديت بها كيك للقهوه، درت فيه بسكوتشو عادي البنات. عندي 3 حبات بيض مع نص كاس سكر، نص كاس زيت، ونص كيس حليب، رشه تاع الملح ولا فاني. هذو خلطتهم مليح مليح، ومن بعد ضفت لهم مكسرات هنا اللي كان عندكم البنات. انا كان عندي شويه تاع الكاوكاو، شويه تاع الجوز، وشويه تاع نواه كوكو. حطيت من كل حاجه شويه شويه. الكاوكاو درت 3 مغارف، الجوز كسرت حبيبات لداخل غير بيدي برك، وكذلك نواه كوكو درت واحد زوج ولا 3 مغارف ثاني. هكذا من بعد وليت نشف بالفارينه، وزدت كيس واحد تاع خميره الحلوى. هذه هي هنا الفارينه، ما تكثروش بزاف البنات باش ما تجيكمش ناشفه كيما دائما ننصحكم. هكذا نخلط مليح، وراح نديرها في القالب تاعها او في المول تاعي. هذا هو الدائري، كنت دهنته بشويه تاع الزبده ورشيته بالفارينه. هذه هي الوصفه، ندخلها طيب على فرن يكون سخون من قبل من 160 حتى 180 درجه. هي الطيب، وانا هنايا جيت حضرت عجينه البغيزي باه ندير دي تارتيلات البنات. هنا العجينه الوصفه راهي في القناه، شاركتها معكم عده مرات. عندي درت فيها غير كميه قليله، 300 غرام تاع فارينه مع زوج مغارف تاع سكر كلاصي مع 80 غرام تاع مارغارين. حكيتهم مليح تبسست لي هذيك الفارينه، رشيت على الملح طبعا ما نساهاش، ومن بعد وليت نطم فيها بنص حبه تاع البيض، وكملت بالماء يكون بارد حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه وما تكونش طبعا جاريه بزاف وما نعجنوهاش البنات. نديرها في كيس بلاستيكي ونحطها في الثلاجه تروبوزي حوالي نصف ساعه. في الوقت هذا راح نحضروا كريمه الليمون. درت انا كاس تاع عصير الليمون مع مغرفه ونص كبيره تاع النشا مع زوج صفار البيض، رشه تاع الملح طبعا اللي ما ننساهاش. وثانيا كنت في المرحله هذه نسيت نحط السكر، ديروا البنات من زوج مغارف حتى 3 تاع السكر، انا درت حوالي 3 مغارف باش ما يجينيش بزاف حامض. راح نخلطهم وندي نبقى نخلط على النار حتى يثقل لي الخليط هذاك. الملون انايا استعملت زغبه تاع ملون اصفر، زدت كذلك للخليط باش تجيني صفراء ويبان باللي ليمون. هاولك هنا بعد ما ثقال في المرحله هذه، شوفوا انا حطيتها في الطبسي ومن بعد فكرت بلي ما درتش السكر. هاني نقول لكم هنا ديروا 3 ملاعق، عاود حطيت السكر ولكن ذابلي يعني نورمال لانه الخليط راه سخون. زدت لهم ملعقه صغيره تاع زبده دخلتها في الخليط وغطيتها بكيس بلاستيكي وحطيتها تبرد في الثلاجه. في الوقت هذا راح نحكم العجينه نحطها في القوالب، نموليها مليح في القوالب هكذا، ونستفهم في البلاطو ونثقبهم بالفرشيطه وندخلهم للفريجيدير من ربع ساعه حتى نص ساعه، وبعد ندخلهم يطيبوا على 180 درجه. وهما يطيبون راح نحضر هنا لا ميرانك. عندي هذاك البياض البيض اللي قعد لي زوج بياض بيض، وزنتهم جوني حوالي 70 غرام. زدت لهم 140 غرام تاع السكر مع رشه تاع الملح، درتهم في حمام مائي وبقيت نخلط حتى نشوف هذاك السكر باللي ذاب. بعد ما يذوب لي السكر مليح راح نجيب الباتور ونبدا نطلع في الميرانك تاعي حتى نتحصل على القوام المعروف تاع الميرانك. هذا هو، هاولك شكله النهائي. الكريمه هنا كذلك زدت خفقتها شويه بعد ما بردت لي مليح، ومن بعد وليت نعمر في القوالب تاعي البنات هكذا بهذه الطريقه. ما تعمرهمش مليح مليح يعني غير السطح برك باه نقدروا نحطوا الميرانغ هذاك. هاولك الميرانغ درته في بوش وبقيت نديكوري بهذه الطريقه، ديكور اللي حبيتو والشكل اللي حبيتو. تقدروا ديروهم غير دائريين ماشي شرط هذو الاوبال البنات. وبعد جبت شاليمو وبقيت شعلته وندير هكذا على الوجه
باه يعطيني هذاك اللون الذهبي المخطط. اللي ما عندهاش شاليمو البنات تقدروا تحطوهم في بلاطو، دخلوهم للفور تشعلوا لهم غير من الاعلى يعني درجه عاليه، تشوفوهم جوست يعني خذاو هذاك اللون نحيوهم. راح نجيو لهنا للكيك هذاك بعد ما طاب، شوفوا خذا اللون هذا الباهي. ذوبت انا علبه تاع شوكولا 100 غرام في حمام مائي بعد ما ذابت لي، راح نضيف لها علبه تاع الياورت اي نوعيه حبيتوها البنات باه نتحصلوا على غاناج ما تقعدناش هذيك الشوكولا يابسه. شوفوا من بعد جبتها بقيت نطلي على في السطح تاع الكيكه طلي يعني عشوائي فقط، يعني مانيش راح نديرها ديكور اكزاكت، المهم غير هكذا كنحطها برك على الوجه. والديكور الاخير يبقى اختياري انا، هنايا لاباتري طاحت لي تاع البورطابل ما صورتش معكم، ولكن المهم مباشره بعد ما طليتها بالشوكولا بقيت نحط لها في العفايس اللي راني حابه، شويه كاوكاو شويه جوز شويه سوغيز، انتم واش كان عندكم. هاي لك هنايا كنت وجدت لطابل تاع الديسار، اول حاجه شويه ديسار شويه عصير شويه هذوك لي طارتيلات اللي درت انا، نشتي نوجد هكذا سنيوه يعني الا كنت على بالي بالعبد بلي هذاك جاي، نوجد هذو حويجاتي على بكري باه لما تجي لعندي الضيفه هذيك نقعدوا نشيخوا في غرضنا، ماشي نقيل الشيطه رايحه جايه للكوزينه وما نشيخوش كيما نحبوا. هكذا باه ديكوريت انا تاعي الكيكه هذيك، قلت لكم دخلت فيها حتى الفراشات هذوك، نتوما كيما حبيتوا. المهم انا عطيت لكم الفكره والباقي لكم. هنا راح نخليكم تشيخوا شويه مع الضيفه تاعي وتعرفوا عليها. سلام البنات، هاي جات الضيفه اللي عندي اللي قلت لكم هاي هي هضري هضري يعرف الصوت. شكون البنات لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. هاني جيت اليوم لعند ام تسنيم وعندي بزاف انا غايبه عليكم، ان شاء الله هاني نرجعوا بشوي بشوي وخلاص. وخلاص وخلاص دائما تقولوا لي كاين بزاف يعني بنات، نهار طلقت الفيديو تاعها قلت لكم اي اختي بزاف قالوا لي مكش منها باللي تكونوا تكون خواتات، هذه انتيا وفي قناه عندك قناه بزاف ما حبيتيش تعترفي هاي صوتي وصوتها نفس هاي. المهم جات لعندي بركت لي في الدار، ربي يبارك فيها ان شاء الله في صحتها وليداتها وراجلها، ربي يحفظ لها عائلتها ان شاء الله يا ربي، والعقوبه ليها وليكم ان شاء الله. كل وحده دعات لي وتمنات لي حاجه بالخير ولكم بالمثل كامل ان شاء الله. المهم انا راح نقعد معاها نضيف هذوك شويه، اول حاجه هاي درت لها شويه تاع لي طارتيلات هلات فيا تاع ولا غير قليل فيك عيش جي والديسير هذا كان دوك شيخو حنايا شويه ومن بعد نرجعوه. ها هو البنات الكادو اللي جابت لي لازم نشاركه معكم اكيد، يعطيها الصحه ان شاء الله، كنت ندعي لها قلت لها ان شاء الله نخلفها لك فالفرح. انا عندي اصلا سيري بيضه وزادت لي فيها كملت لي هذه تاع القلوب تهبل ما شاء الله روعه، يجي كرتونه. ها سيري نشوف الكرتون اللي جيت تحب تشري والله العلمه البنات هاي وين قريب نشارع العلمه ايمن شوب في البلعله خلاص روعه البنات روعه، يعطيك الصحه ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك. وثاني هذو اللي دغال البنات هي قالت لي اني نزيد لك حاجه للشمبره تاع البنات، شوفي جبت لي لاووس هذا في الغوص، وهذا التيشيرت اللي كنت ميته عليه تاع الفلامينغو راهو داير يعني ضجه كبيره السنه، روحي ريما حكمي معايا شوفوا مليح مليح مسخف ما شاء الله مؤخرا اي راح ندير لهم للسر تاعهم للبنات ان شاء الله نخيطوا ونشارك معكم طريقه تاع التفصيل والخياطه باذن الله. انت يا ثاني ام بلسم راكي درتي بزاف ليدغا اني بيع بها شوفوا تخدم في ليدغا الله يبارك وما صورت معكم حتى حاجه الله ان شاء الله نصور معهم كلش باذن الله. شاركوا برك القناه طلعوا لي البنات ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. هذه هي وهذا هو البنات الفيديو تاعي لنهار اليوم، حبيت نشارك معكم واش جاز عليا هذاك النهار. استقهوينا انا وياها وقعدنا مشايخين حتى العاش وخلاص باه روحت. نتمنى ان شاء الله البنات تكونوا فوتوا وقت طيب معايا. دمتم في رعايه الله وحفظه وسلام.